أهلا بكم. انعقد مساء الأمس ببيت الضيافة بالخرطوم اجتماع موسع برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وبحضور نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وبحضور الآلية الثلاثية والرباعية والاتحاد الأوروبي. وقال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية المهندس خالد عمر يوسف، قال في تصريح صحفي إن الاجتماع ناقش سير العملية السياسية وما انقضى منها، لافتا إلى أن الاجتماع خرج بمخرجات مهمة تمثلت في إكمال المناقشات حول القضيتين المتبقيتين، وهما قضية العدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري عبر الورش المتفق عليها قبل حلول الشهر الكريم. وأضاف خالد أن الاجتماع قرر قيام الآلية الثلاثية بتوجيه الدعوة لآلية سياسية من القوى الموقعة والقوى غير الموقعة المتفق عليها من أجل الشروع فورا في صياغة مشروع الاتفاق النهائي، وأن تعمل اللجنة التنسيقية المشتركة بين القوى الموقعة والآلية الثلاثية على وضع جدول زمني للفراغ من المهام المتبقية وتوقيع الاتفاق النهائي في أسرع وقت ممكن. اطمأن عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر أبو بكر حجر على سير تنفيذ اتفاقيات الحدود الموقعة بين الولايات الحدودية والولايات المتاخمة لها في الدول المجاورة. كما اطلع حجر لدى لقائه أمس بمكتبه بالقصر الجمهوري وزيرة التجارة والتموين الأستاذة أمال صالح سعد على التحديات التي تواجه التجارة الحدودية خلال الفترة الماضية. وأكدت وزيرة التجارة والتموين في تصريح صحفي أنه لا توجد عقبات كبيرة فيما يلي التجارة الحدودية، مشيرة إلى أن الأمر يحتاج إلى تجديد الاتفاقيات بين وزارة التجارة وولاة الولايات الحدودية، وأشارت كذلك إلى أهمية تسجيل تجار الحدود بما يمكن من التوقيع على البروتوكولات بين ولاة الولايات الحدودية ونظيراتها بدول الجوار بغرض تنشيط التجارة الحدودية وانسياب السلع بسهولة ويسر في المرحلة المقبلة. انطلقت بالأمس فعاليات ورشة العدالة الانتقالية والتي نظمتها الآلية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بتشريف ممثل وكيل وزارة الخارجية ومدير المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالسودان، وبحضور أعضاء الآلية الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي الجهات العدلية من السلطة القضائية ووزارة الدفاع والأمن والشرطة والنيابة العامة والجهات ذات الصلة. وأشارت ممثل وكيل وزارة الخارجية السفيرة مها سعيد خلال مخاطبتها الجلسة الافتتاحية، أشارت إلى أن الورشة تعد بداية لانطلاق موضوع العدالة الانتقالية واستطلاع آراء أصحاب المصلحة، مؤكدة أن العدالة الانتقالية ليست عنصرا واحدا لجهة أنها قضية وطنية تعبر عن كل أطياف المجتمع السوداني باعتبارها إحدى الأولويات المهمة والحيوية التي تعزز مبدأ حقوق الإنسان بالسودان. رصد مواطنون اليوم بالخرطوم عمليات نقل لآليات عسكرية ثقيلة دبابات إلى القصر الرئاسي بالخرطوم، وتسببت عمليات النقل والتي تمت بواسطة جرارات ضخمة في إغلاق جسر المكنمر، مما خلق ازدحاما مروريا خانقا بشوارع وسط الخرطوم، مما اضطر المواطنين والمركبات للاتجاه إلى جسر كوبر كطريق بديل. وجه مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة اللواء شرطة حقوقي عثمان محمد الحسن دنكاوي أمس وجه بحل المشاكل والمعوقات بالسرعة المطلوبة وتقديم خدمات متميزة للجمهور بجميع المجمعات المنتشرة بالمركز والولايات. ودعا اللواء دنكاوي منسوبي خدمات الجمهور المختلفة بالمركز والولايات، دعاهم للعمل الجماعي وبروح الفريق الواحد والمسؤولية التضامنية إلى جانب اهتمامهم بالفرد في جميع الجوانب الاجتماعية والخدمية، موجها كذلك منسوبيه بحسن المعاملة مع طالبي الخدمة وحسن التصرف مع الجمهور كافة. وقال دنكاوي خلال ترأسه اجتماع هيئة قيادة الجوازات والهجرة بحضور مديري الدوائر والإدارات والذي استمع فيه لتنوير عن سير العمل من مديري الدوائر والإدارات المختلفة، وتعرف على المشاكل والمعوقات ووجه بحلها بالسرعة المطلوبة.
وجهت النيابة العامة أمس الاتهام تحت المادة 130 من القانون الجنائي القتل العمد في بلاغ الشهيد إبراهيم مجذوب للمتهم الملازم أول شرطة، وتم إخطاره بقرار توجيه الاتهام ضده. وقال مصدر رفيع بالنيابة العامة لسونا إن التحريات شملت كل القادة في رئاسة شرطة محلية شرق النيل، فضلا عن القادة الميدانيين، للاستيثاق ما إذا كانت هناك تعليمات أو أوامر قد صدرت باستخدام السلاح الناري. وقد تبينت النيابة بعد الوفاء بالتحقيقات والتحريات اللازمة عدم صدور أي أوامر أو تعليمات بالتسليح أو حمل السلاح الناري، ولا أوامر أو تعليمات صدرت بإطلاق النار على المتظاهرين في يوم الحادثة أو مكانها، وهو ما أكده المتهم بذاته عند مباشرة التحقيقات معه. أعلن السيد محمد هاشم الميرغني انضمامه رسميا لحزب التجمع الاتحادي، وأبدى استعداده للعمل وسط صفوف التجمع من أجل تحقيق الاستقرار السياسي بالبلاد. يذكر أن إعلان الانضمام حضره رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي الأستاذ بابكر فيصل وأعضاء من المكتب التنفيذي، وشهد اللقاء نقاشات مطولة حول التطورات السياسية في البلاد بالتركيز على الأوضاع في شرق السودان وسبل تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في البلاد. شهدت الخرطوم بالأمس افتتاح أعمال الورشة التنويرية لولاة الولايات المستهدفة بمبادرة الحلول المستدامة للنزوح في السودان وجنوب السودان بتشريف السيد الفريق الركن محمد الغالي الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي ورئيس الآلية الوطنية لدعم إيجاد. وأكد السيد الفريق الركن عصام كرار الأمين العام لوزارة الدفاع ومبعوث رئاسة الإيجاد لمبادرة الحلول المستدامة خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، أكد التزام السودان بإنجاح المبادرة وسعيه الجاد لتعزيز العلاقات مع الأشقاء في جنوب السودان، مشيرا لجاهزية السودان بوصفه رئيسا للدورة الحالية للإيجاد لتعزيز التكامل الإقليمي والدفع بمزيد من التعاون مع كل من الهيئة الحكومية للتنمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وجه اجتماع للقطاعات الوزارية برئاسة الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والاقتصاد الوطني اليوم الخميس، وجه بتشديد الإجراءات الخاصة بوارد وصادر الذهب عبر تجارة الترانزيت وتأكد من سلامتها وصحتها، والعمل على تطبيق نظام إلكتروني خاص بالذهب العابر تحت مظلة الجمارك وربطه بأنظمة الشحن الجوي بمطار الخرطوم الدولي. وأمن الاجتماع على أهمية استخدام التقنية الحديثة وأجهزة الكشف المتطورة للحد من عمليات تهريب الذهب عبر المطارات، بجانب الإسراع كذلك في إنشاء بورصة للذهب في السودان لضبط عمليات بيع وشراء وتصدير الذهب وربط أسعاره بالسوق العالمية. عقدت اللجنة العليا للتعامل مع الأمم المتحدة أمس اجتماعاً بالقصر الجمهوري برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق بحري مهندس إبراهيم جابر، حيث ناقشت تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في السودان ونشاط بعثة اليونيتامس بجانب قرار مجلس الأمن رقم 2676 عن العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591 للعام 2005، إضافة إلى مشاركة السودان في اجتماعات الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأوضح السفير محمد سعيد حسن مدير إدارة السلام والشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية، أوضح في تصريح صحفي أن الاجتماع تطرق لمحاور التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإنساني والأمني في السودان ومستوى تنفيذ بعثة اليونيتامس لتفويضها الممنوح. وافق صندوق النقد الدولي على تقديم مساعدات فنية للسودان في مجال إحصاءات مالية الحكومة. واطلع الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي لدى لقائه أمس بعثة الصندوق برئاسة نادين أبو خالد، اطلع على برنامج المساعدات المقترحة والمقدم من البعثة، ويشتمل على تقديم العون الفني لتحسين تجميع التقرير المالي الشهري على نظام إحصاءات مالية الحكومة وتوفير فرص تدريب عملية على المفاهيم الأساسية وتعريفات دليل إحصاءات المالية الحكومية المتعلقة بمصادر البيانات وتجميع التقارير المالية. وتم التوافق على إجراء تقييم عالي المستوى لاحتياجات بناء وتنمية قدرات العاملين في المجال المالي والمحاسبي، وتمت مناقشة النتائج المتوقعة وفرص العون الفني المرتقبة مستقبلاً.
ناشد مزارعو مشروع السوق الزراعي بولاية سنار، ناشدوا وزير العدل بضرورة حل قضايا المساحات الزراعية بالمشروع والاهتمام بأمر الجمعيات القاعدية والنوعية والمتخصصة، مؤكدين عدم رفضهم لقيام الجمعية العمومية التي من المقرر أن تكون في 21 من الشهر الجاري بولاية سنار. وقال رئيس لجنة مزارعي هيئة السوك عمر محمد النور إن مشكلة المشروع بدأت من العام الماضي، وقال إن المزارعين لديهم حقوق ومساحات مستقطعة لم يتم إرجاعها لهم. ومن جهته دعا محمد يعقوب إدريس مزارع بمشروع السوك، دعا للإيفاء بالحقوق حتى يشارك جميع المزارعين في الجمعية العمومية بكل طمأنينة ممكنة لممارسة حقهم الديمقراطي. أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن إصابة 3 نازحين بينهم امرأة في هجوم مسلح على مزارع في قرية تيجي شرق أرولا بمحلية ديليج في وسط دارفور، ونقل المصابون إلى مستشفى ديليج في ولاية وسط دارفور لتلقي العلاج بحسب المنسقية العامة. وبحسب تصريح للناطق الرسمي باسم المنسقية آدم رجال اليوم الخميس، فقد هاجمت ميليشيات مسلحة عددا من النازحين في مزارعهم بينما هم نيام في ليلة الثلاثاء الماضي، وهددتهم بالسلاح وأطلقت الرصاص عليهم، ومن ثم طعنتهم بالسكاكين واعتدت عليهم بالعصي، مما أدى إلى أصابتهم بجروح متفاوتة ونقلهم إلى مستشفى ديليج لتلقي العلاج وفقا لآدم رجال. وقال الناطق الرسمي باسم المنسقية إن ممارسات الميليشيات القبلية والعرقية على حد وصفه ضد النازحين ليست جديدة، لافتا إلى أنها استمرار للجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بجميع أنواعها. انطلقت اليوم الخميس أولى جلسات المؤتمر العام السادس لحزب المؤتمر السوداني، والتي ستستمر لمدة 3 أيام تحت شعار مؤسسية تقود التغيير، وذلك في إطار ترسيخ مفاهيم الديمقراطية في فضاء الحياة السياسية السودانية. وكانت كل فرعيات الحزب الجغرافية بالداخل والخارج والقطاعات المهنية قد أكملت عقد مؤتمراتها القاعدية ليتوج العرس الديمقراطي للحزب بانعقاد مؤتمره العام، والذي يشتمل على مناقشة خطاب الدورة وخطاب الميزانية ومناقشة وإجازة الدستور السياسي للحزب ومناقشة وإجازة الوثيقة السياسية للحزب وانتخاب رئيس الحزب ورئيس المجلس المركزي. وسيختتم المؤتمر أعماله يوم السبت الموافق 18 مارس بقاعة الصداقة بالخرطوم. دشنت أمانة الزكاة اليوم بالخرطوم انطلاقة برامج شهر رمضان غيث البركات بمحاوره المختلفة بتكلفة بلغت أكثر من 3,700,000 جنيه. وكشفت الأستاذة مدينة محمد علي أن فرحة الصائم تجيء هذا العام بواقع 50,000 جنيه لكل أسرة، وقالت إن عدد الأسر الموجودة في ولاية الخرطوم موزعة على محليات الولاية 7 حسب تعداد السكان لكل محلية. وأعلنت أن برنامج شهر رمضان يشمل إطلاق سراح النزلاء والإفطارات الجماعية بالمستشفيات ودور الإيواء. ومن جهته قال وزير التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم الأستاذ صديق فريني، قال إن تدشين برامج رمضان اشتمل على مجموعة من الحلقات تستهدف الأسر الفقيرة والمتعففة وداخليات الطلاب والخلاوي، بالإضافة إلى تمليك مشروعات الأسر الفقيرة لإخراجها من دائرة الفقر إلى دائرة الإنتاج. وبلغت جملة المبالغ المرصودة لهذه البرامج أكثر من 5 مليارات جنيه، مشيدا بكل ممولي الزكاة والمكلفين داخل ولاية الخرطوم. قال الجنرال جمعة حجار الرئيس المناوب للجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية بمسار دارفور، قال إن التدريب في مجال السلام والسلم الاجتماعي والإصلاح هو من مهام اللجنة العليا المشتركة، مؤكدا بذل كل الجهود من أجل العمل على تأهيل وتدريب الكوادر خاصة، وأن من ضمن أهداف اتفاقية جوبا للسلام هي رفع قدرات الكوادر. جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم الورشة التدريبية التي نظمتها منظمة مهاجرون بلا حدود واللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية مسار دارفور تحت عنوان مدخل إلى قضايا السلم وإصلاح النزاع. وقال العميد ركن دكتور معتز فضل الله المستشار القانوني باللجنة، قال إن التدريب يمثل خطوة مهمة، وذلك لأنها ترفع قدرات الكوادر، مشيدا بالمشاركة الكبيرة من ممثلي حركات الكفاح المسلح.
شارك السودان في الاجتماع 58 للجنة العربية العليا للتقييس والمنبثقة عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين والتابعة لجامعة الدول العربية والمنعقد بالعاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 15 إلى 16 من مارس الجاري. وكشفت الأستاذة رحبة سعيد عبد الله المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، كشفت أن الاجتماع اعتمد أكثر من 500 مواصفة قياسية عربية موحدة والعديد من القرارات المتعلقة بسلامة المنتجات وتعزيز التبادل التجاري وتقليل المخاطر الناجمة عن سوء استعمال المنتجات وتعزيز البنية التحتية والجودة للدول الأعضاء وتوحيد نظم القياس والمعايرة وطرق الفحص والاختبار وكافة أنشطة التقييس بما يحقق المصالح العربية المشتركة. تقدم خريجو مدرسة سنجا الغربية والتي تعرف حاليا بمدرسة الفاروق الابتدائية، تقدموا بمبادرة تم من خلالها تكريم كوكبة من المعلمين الذين تقاعدوا للمعاش. وشهد حفل التكريم ممثل وزير التربية والتوجيه المناوب بسنار الأستاذة أحلام محمود. المزيد من التفاصيل في تقرير يوسف عركي وأنور بخاري. قاد خريجو مدرسة سنجا الغربية والتي تعرف بمدرسة عمر الفاروق الابتدائية دفعة الأعوام 87-88 مبادرة لتكريم كوكبة من المعلمين تقاعدوا للمعاش، ويعد التكريم إكراما للمعلمين. ونحن بنحتفل بتكريم المعاشيين في هذه المدرسة، المدير الأسبق الأستاذ الفاضل والأستاذ منى خضير والأستاذ عبد الرحمن محمد خير والأستاذ بشير أحمد البشير والأستاذة آمنة بشير علي حولي. وسنجة الغربية أو مدرسة عمر الفاروق والتي تجاوز عمرها الماسي أوقدت شعلة النور منذ العام 1904 ليتوج مؤسس مؤتمر الخريجين بالبلاد، والأستاذ أحمد خير المحامي بأنه أحد تلاميذها الذين أوقدوا جذوة النضال في البلاد. وهي من أعرق المدارس بمدينة سنجا، تاريخها 1904 وهي رابع مدرسة في السودان، وتخرج منها العديد من الأفزاز. نهلوا من معين هذه المدرسة العريقة وجاءوا إليها معلمين كوكبة من المعلمين ليمكثوا بها أكثر من 4 عقود، قدموا عصارة جهدهم ليتم تكريمهم اليوم. 43 عاما بين أبنائي وزملائي، ولازلت أقدم العطاء بداخل المدارس الخاصة. وسنجا التي أنجبت حسن نجيلة وعبد الله رجب وأحمد خير المحامي والفريق نابري والفريق بريدو، كان وعدها مع التعليم باكرا لتأتي سنجا الغربية في طليعة المدارس بالبلاد، والتي منحت سنجا أيقونة مدينة النور. لقناة البلد يوسف عركي، ولاية سنار، مدينة سنجا. ورياضيا، دفع الاتحاد السوداني لكرة القدم بترشيح الرئيس معتصم جعفر سر الختم لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف. وتأتي هذه الخطوة وفقا لقرار من مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، ويشارك الاتحاد السوداني لكرة القدم بوفد يضم الرئيس معتصم جعفر سر الختم ونائبه الأول أسامة عطل منان ونائب الرئيس للشؤون المالية والاستثمار والتلفزة الأستاذ طه فكي في الاجتماع 73 للجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا برواندا. أكمل الهلال السوداني استعداداته لمواجهة ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي بعد غد السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، حيث تقام المباراة في 3 عصرا بتوقيت السودان على ملعب الجوهرة الزرقاء. وأكدت اللجنة المنظمة للمباراة التزامها الكامل بضوابط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فيما يتعلق بالعدد المسموح به للدخول، وتم ترتيب مواعيد التدريبات الختامية للفريقين، حيث يتدرب الهلال في الساعة 8 من صباح الجمعة ويعقبه تدريب الفريق الضيف في 3 عصرا، كما تم التأكيد أيضا على الإجراءات الخاصة بتأمين المباراة وفق الخطط الأمنية التي تم تسليمها للجهات المختصة.